واحنا بندور في ارشيف قناة النهار لقينا شريط قديم قوي، شريط كان غريب جدا. الفضول خلانا نفتح الشريط ده ونتفرج عليه، ولما اتفرجنا عليه قلنا لا يمكن الحاجات اللي فيه دي الناس ما تشوفهاش. عشان كده النهاردة في ما وراء البرنامج قررنا نعرض للناس الحقيقة الغريبة اللي احنا شفناها. في الحقيقة يا أختي بصنت، أنا مش عارف أقول إيه للأستاذ نشأت. خير يا بسيم أفندي؟ الموضوع لا يحتمل التأخير لأنه بيتكلم عن المستقبل. أكن ممنونة لو وضحت لي أكتر. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير يا أستاذ نشأت. مساء الخير يا بسنت هاني. مساء الخير يا نشأت أفندي. إزيك يا نشوة؟ إزيك يا بسيم أفندي. وإزاي أمك؟ سلم عليك بسيم أفندي. أيوة. يا ترى خلصت الحلقة؟ في الحقيقة يا أستاذ نشأة الحلقة المرة دي هتكون مختلفة. مختلفة؟ إزاي يا بسيم أفندي؟ إحنا محضرين الحلقة من أكتر من أسبوع. بسيم أفندي، أنا قلت ألف مرة مفيش حاجة تتغير بعد ما نكون اتفقنا. قلت لك ما تغيرش من مزاجك يا بسيم أفندي. قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا أستاذ نشأة، بس أنا ما اسمحلكش تكلمني كده قدام المضمزيلات وأنا رئيس المعدين هنا. أقسم لك بشرفي أنصرف. انصرف. هنصرف. انصرف. ألو؟ أيوة؟ الأستاذ نشأت لسه واصل حالا. لا لسه هديله الكتيب حالا. أشكرك يا أستاذنا، أشكرك، في رعاية الله. مين يا بسيم أفندي؟ الأستاذ بيريبيتش بعت لك الكتاب ده. ويا ترى في إيه الكتاب ده يا بسيم أفندي؟ الكتاب ده في حاجات خطيرة بتتكلم عن المستقبل. المستقبل؟ أنا كده بدأت أتوغوش يا بسيم أفندي. أرجوك اشرح لي اللي موجود في الكتاب ده بطريقة سلسة. في الحقيقة يا أخي نشأت، أنا مش عارف أجيبها لك إزاي، ولكن بيقول لك هيظهر شيء اسمه الإنترنت. ده أكيد من عمايل الإنجليز. الإنجليز؟ يا ريت يا أخي نشأت، ده بيقول لك كمان هيظهر شيء اسمه الأبليكيشنات. وإيه الأبليكيشنات دي؟ الأبليكيشنات دي مواقع التواصل الاجتماعي. طب ما احنا بنتواصل مع بعض اجتماعيا وبنود بعض. مش راح يكون في تواصل اجتماعي حقيقي يا نشأة افندي. زي الفيسبوك وتويتر والانستجرام والواتساب. مش فاهم يا بسيم افندي. يعني التواصل الاجتماعي هتحول الى كومنتات ولايكات وايموشنز وشيرات، ولو الود زاد شوية هيتعمل منشنات. الموضوع كده هيخرج عن السيطرة. يا ريت بس كده يا استاذ نشأت. ايه تاني يا بسيم افندي؟ هيظهر وباء هيهدد العالم كله يسمى الكورونا فيروس. فيروس الكورونا؟ لو عطست هيخدوك، ولو كحيت هيحجزوك. بسيم افندي. ايوه. كلم لي سعد باشا زغلول على التليفون دلوقتي. كلمته. قال لك ايه؟ مفيش فايده. كلم لي مصطفى كامل، احمد عرابي، محمد فريد، نجيب الريحاني، قول لهم ان انا عايزهم كلهم عندي يطلعوا معايا في البرنامج على قناه النهار. عايزك تهدى يا أستاذ نشأت، أنت عندك السكر. ما أقدرش يا بسيم أفندي، ما أقدرش. أنا أفهم. إزيك يا نشوة؟ إزيك يا بسيم أفندي؟ بسيم أفندي، وده وقته. أنا معجب. مش مهم يا بسيم أفندي. حاضر. بسيم أفندي، أنا عايزك تحكي لي الموضوع تاني واحدة واحدة. أنت لسه ما فهمتش بعد كل الكلام ده. طب أفهمه إزاي؟ أيوه، ده بيريبيتش. ها. وده الكتاب اللي بيتكلم عن المستقبل اللي ذكر فيه مواقع التواصل الاجتماعي. طلعنا درجة، ولما يظهر مواقع التواصل الاجتماعي ايه اللي هيظهر؟ اشاعات الكورونا. يلا بينا. صح. انا متشكر جدا ليكم يا اساتذه، تقدروا تخرجوا. شكرا يا اساتذه. بس ما يا ريت تاخد الكرسي ده معاك وانت خارج عشان مش بتاعنا. حاضر. اتفضلي يا استاذه بسنت. يا نشوه. ايوه. كنت عايز اتعرف على امك ونشرب فنجانين قهوه مع بعض.